أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف
قل إنما أتبع
لا يستكبرون عن عبادته
فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون
وعلى صدق الله.